الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله اللهم اغفر لما قدمت وما أخرت. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحبة، نحمد الله جل وعلا على نعمه وعلى أن تم علينا شهر الصيام ووفقنا لصيامها وقيامها، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل ذلك منا وأن يزيد لنا من حسناته ونعمه ما يديم علينا تقواه والاستقامة على أمره والمواظبة والمداومة على طاعته سبحانه وتعالى. إننا معاشر الأحبة نود أن نذكر أنفسنا وإخواننا بأن العيد يجمع بين الفرحة والعبادة، فرحة يخالطها شكر الله جل وعلا على نعمه. مرت فترة من الشهر عانى الناس فيها تقربا إلى الله جل وعلا من ألم الجوع وظمأ نهارها، فكم تحملت هذه النفوس من المشقة في سبيل مرضاة الله جل وعلا على اختلاف ظروفها واختلاف قدراتها وتفاوت طاقاتها. إلا أن الشيء الوحيد الذي بعد إذن الله جل وعلا سهل عليها المشقة والمهمة ما ترجوه من عظيم النفع على هذه المشقة في الدار الآخرة. وفعلا كما قال غير واحد من أهل العلم، فإن من طيب الطاعة وسعادتها أن مشقتها تنتهي ونعيمها يبقى، بينما المعاصي تزول لذاتها ويبقى إثمها ووزرها وقتا طويلا. فالمشقة المؤقتة يتحملها الإنسان في سبيل منفعة عظيمة يرجوها ويتوقعها، ليس فقط في سبيل العبادة وإنما في سبيل المعيشة وكسبها وملذات الحياة ومناصبها وكسب أموالها وأرزاقها. هكذا فلتكن تحمل المشاق في سبيل الطاعة. المشقة مهما عظمت ومهما طالت وكبرت
إلا أن المثوبة التي وراءها أعظم منا. فاليوم نحن فرحون مسرورون فرحا يخالطه شكر الله جل وعلا على هذا الفطر وهذه المناسبة. وقد صدق المصطفى عليه الصلاة والسلام حينما قال للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وها هو يومنا نحن فرحون بفطرنا، وإذا لقي ربه جل وعلا فرح بصومه، وذاك أملنا وما نرجوه من عند ربنا جل وعلا. ثم إن هذا الشكر إنما يديم النعم، كما قال ربنا: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالإبقاء على الحياة والعيش لإدراك مواسم الفضل والخير نعمة، ثم التوفيق في صيامها وقيامها نعمة ثانية. لم يدم بعض من أهلنا وأصحابنا وأقاربنا لم يبقوا في الحياة حتى يدركوا، وبعض من بهم من جيراننا وربما من أهالينا وأقاربنا لم يوفقوا لصيامها ولا لقيامها أو لأحدهما. يا من وفق للصيام والقيام، اعلم أن هذه منة ونعمة من الله جل وعلا. فالإسلام بأسله ثم التوفيق في طاعته والانقياد لأوامر رب سبحانه وتعالى منة من الله، كما قال في كتابه: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالهداية والتوفيق منة الله جل وعلا، وإنما يدوم ذلك إذا شكرنا ربنا جل وعلا: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذه النعمة يخالطها الفرح والسرور، فعبادة تختم عبادة. قد كنا في عبادتين في الصيام: عبادة الصيام مع القيام من جهة، وعبادة إفطار الصائم والتقرب إلى الله من جهة ثانية. أما الصيام فيختم بالتكبير والتهليل وكلمة التوحيد، ثم الصلاة، ثم استماع الخير، عبادة بعد عبادة. فها هي فرحتنا نختم عبادة الشهر وأداء ركن من أركان الإسلام برفع الصوت بالتكبير والتهليل والتحميد والصلاة على المصطفى، ثم صلاة ركعتين، ثم موعظة. وها نحن في صدقاتنا نختمها بزكاة الفطر، تقدم وجوبا وفرضا بعد أن كان الإفطار نفلا وسنة ونافلة ومندوبا، نختمه بفريضة تعين المحتاجين وتكون طعمة للمساكين وتكون طهرة للصائمين من جهة. ثم هذا اليوم يوم الفرح والسرور المنضبط بالحلال والحرام، يوم يشع فيه الفرح ويوم يشع فيه اللعب. حتى في المساجد في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام كان الحبشة في يوم العيد يعرضون عرض التدريب العسكري على سبيل اللعب في مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام، والمسلمون ومن بينهم النبي عليه الصلاة والسلام يتفرجون. فهذه الألعاب إن جازت للكبار وجازت في المساجد فمن باب أولى للصغار المولعين باللعب، ومن باب أولى خارج المساجد. لكن في العيد وغيرها في حالة الفرح العام وغيره لا بد في تصرف المسلم من الانضباط والتقيد بأحكام الشريعة على سعتها، لكن في حدود الحلال والحرام. إياك أخي الكريم، بعد طول جهد وصيام وقيام وبعد ختام ذلك بالتكبير والصلاة والعبادة والإنفاق، أن يكون نهاية يومك في المعاصي والذنوب والرقص وحفلات الغناء. إياك أن يكون كذلك. فالله الله في عبادتكم إخواني وأخواتي جميعا، ما توعيدنا إن شاء الله وعيدنا وأكون فرح سنة فرحد أننا ماها فرحد دماشات كلية وفرحد
عيدي عبادتان دمينة عبادتان كو قنانت دي صنكو نماذي مركز ليري بشي شوال لبلاتي تكبير بانكو قبا قبيني ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم إلا أن أو تكبير ستان تكبير تاسو كردغان إن أدو حسيسان والحسوسنتهين وغرما علين إيسان على ما هداكم إنو إذن كوها دونية هنون انت إلهي بأسكالي إمسا درسكي نقالون إيمان لسين إمسا أصحابي يددان نقانو لما تيون سوقارين إلهي بأكو باقي ياري إمسا أهلي قرابي يددان تقانو وان لو وافتشنن ودنبي معاصي سكتشري چران إن إلهي كو وافتشيي بل الله يمن عليكم أن هداكم إيو ولتكبروا الله على ما هداكم بسوقه إلهي هنونيي وافتشنتا إيا هنون كاس وحذنا وقبع قلنا قنكرا إن الإلهي أقمهد علينا وقنوب الله قادة لإن شكرتم لأزيدنكم هذا كم هذا إنسان إلهي وإذين بدنيا ولئن كفرتم إن عذابه لشديد هذا وصادر تهد إن إلهي نباقي علي وبشأن السوق قارسي والنبض نوغو نميي وصوني قيامي الصدقات إن وافتي إلهي بين أقمهدنا إنا إنه كفر حسن صنكي إنو نماضي وفرحدي هو النبي الشيغي صلى الله عليه وسلم كان الرجاء قبنا كنا الرجاء وين فرحدة كوين يا آخرة مركان تقنو أجر كيني صون كوبادا مارين لقا ويهي مالو سنشرين طولي قرابة لهين ما الله إرصاد لهين صون كيني أجر كي سبدا يهي إنا جنر ربنا كو قال الله نارنا كقبت بأنهم كفر حنانا رجاء قبنا الدنيا ذن نبضان باللوم مرا مقالة أدرها دي نيسو هول بدن يا حاجه بدن يا محد بدن وا لو مرى حكمه الرادينيس هديبتي ادويده كوبنيت بل بدن يا دب بدن يا سوجيت بدن ادو مرايسو تي اخر جنده لو هيليي ان ان اون كاس يا غاچاداس يا اوليس كان عمرنون او صبرناي وان فيليا وي كسي مودنتها وي كغسي هبونتا وخي انو سو صبرناي وحن رجينا الاله انو نغو دارو إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إيدني تكبير بانكو جبا جبيني، صوم كاني يا قيام كاني، صلاة بانكو جبا جبيني وحكتي، وعد يواني سوشاك بانكو جبا جبيني، صدقات كي رمضان كي السنة هاي ذاتك الله فورين هي مساكين وحلسين هي، من واجب ومانتا لبحين هي، وزكاة الفطر ومساكين لصين هي، يجانا لغفر حين هي، لوغونا كالمين هي. innagana dambi la inaga dhaafayo soon keenina inoo kabaysa wixii dhaawac inaga gaareen jabinin baan ku gabagabeynayna halka waxaad ka garatay ibaadada ibaadada dhasha khayrku khayr buu dhalaa waxa la ina baraya khayrki wanaag hadaad ka soo baxdo wanaag kale la xiriiriyo ku xijiisi maalinta waa maalin farxadeed masaakiinta laga farxinaya dadka waaweyn baa faraxay ciyaarta loo gol yahay arurta iska daaye heliga nabiga kaleey salaatu wa salaam dadka waaweyn baa xataa ciyaari jiray oo masajida lagu ciyaari jiray nabiga kaleey salaatu wa salaam waqtigiisi masajidkiisa meesha la joogo waa masjidkii nabiga kaleey salaam waxa joogay gudhiisa fadhiyana ciyaaraya taaganna waa rag bandhig ciyaareed oo dagaal baan lagu soo bandhigaya sida warmaha shishka loo isticmaalo sida looga gabado ama gaashaanka la isaga difaaco dadka daawanayana nabiga ku jira calayhi salaatu wasalaam dadka daawadayaasha ila muddo daawanayna in maxamed ka salaam ka mid ah calayhi salaam hadii dad waaweyn loo ogolaaday nabiguna daawashadii ka qayb galay masaajidkiina lagu bandhigo ciyaartii lagu qabtay bannaankii iyo caruurtii iyo ka qaybgalkeedii intaba maanta maalin fiican way cumar markuu intuu ka yar kululaaday waxa masaajka ka dhacaya innaga masaajka oo la yar boodboodaya haddaan rar xataa caruur soo galeen dad badan baa xanaaqeen cumar baa rasuulkee waxna wax ka qabanno wuxuu cumar u daa dadku ha ogaadaan anna fii diinina fusxa diinta iyadoo fasax iyo ciyaaro inay leeyahay ha la ogaadee daa buu yiri nabigu markuu daawanayay inuu bannaan tahay baad ka garatay caaisha radiallahu canha waardaaha oo dhabarkiisa taagnayd baa garabkiisa oo isagu ka iyadoo ka dheeraa intuu isu gaabiyey bay ka daawanaysay naama bogtay maya iisug iisug iisugtuna rabitaan kama wada hayne
intuu u dul qaadanayo ay tijaabinaysay. Markaad ciyaaraha geysaan, reeraha iyo caruuraha meel geysaan, maanta dhan soo wareejinaysaan, haddii maanta dhan la kala jiirjiireeyo, waa maalin ciid ee dul qaata. Qof is yar gaabiyey, garabkiisana laga daawanayo oo taagan, dhibintee leeg bay ku taad u malaynaysaan. Adoo baad iska fadhidaa baa laga yaabaa, kuraas iyo gaari baad ku jirtaa, nabigu waa taagnaa, waana isgaabinayay. Cayshana waxay tihi, waxaan u samaynayay bal intuu ii dulqaadanayaan rabay inaan fiiriye uu ii sabraya maalinkaas. Inaad u sabritaan baa la rabaa haweenka iyo gabdhaha iyo caruurta. Maalmaha ciidi iyo markaad sii qaadaan, durba neerfosa noqonina, durbaha cadhoonina, waa la kala jiirjiirayn. Haddiiba nabi maxamed la tijaabiyeyna, adna 10 tijaabaad bari, inaad adkaysataa lagaa rabaa. Haweenna kuwaasaa ugu khayr badnaa. Xasaskii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay ku yidhi, yaa nisaa annabiy man yati minkuna bifaaxishati mubayinat, kadib waxa man yaqnut minkuna lilaahi warasuulih watacmal saalixan nuutihaa ajraha maratayn, marna waxaa la yidhi, in kuntunna turidna allaha wa rasuulahu waddaara alaakhira fa ina allaha acadda lilmuxsinaati minkuna ajran cadiima. Kuwiisaa la yidhi baa nabigu calaysa nabi maxamedaa la tijaabinayay in layna tijaabiyo. Waa inaan dulqaadkeeda yeelanaa. Maxay ka dhigan tahay? Waa maalin farxadeed, waa maalin ciideed. Habal lagu tijaabiyo wax farxadda ayaa ciidda qasaya, ha samaynin. Wixii macsi aana marnaba ma furna. Reeraha laguma ciidsiiyo dembi. Shaydaankii kuwii yaryaraa waxay sii diyaariyeen, buu kuwii waaweynaa maqribkii lasoo fasaxay fulinteeda xalay bay bilaabeen. Soomaydaan maqal bandhigga ciidda ee muusikada iyo salaamaha iyo fanki iyo riwaayadii iyo habeenka ciiddaa la dhiga, soomaydaan maqal. Kuwii yari waaweynaa way xidhnaayeen, kuwii yaryaraabaa sii diyaarinayay maqribka markuu galayna, kuwii lasoo fasaxay baa bareeshikii fuliyey. Waxaa laga shaqaynayana waa ani iyo adiga iyo innaga. Ciidda Allah ina waafajiyo, camalkan Allah naga aqbalo, xaqan Allah inagu sugo. In camalkeeni la aqbalay qur-aanka waxaan ka dugsanaynaa, waxaan ku garan karnaa in camalkeeni la aqbalay inaan dib ka sii toosnaano baa lagu garan karaa. Waayo horta camalka ilaahay wuxuu ka aqbalaa qof ilaahay ka baqa. Innamaa yataqabbalu llahu min almuttaqiin. Soonkana waxaa loo jideeyey cabsi ilaahay inuu qalbigaaga ku beero oo iimaankaaga kor u qaado, oo lacallakum tattaquuna baa layna yidhi. Cabsiduna waa waxa waajibkood ilaaliso iyo xumaantadoo ka tagto. Roobka da-aya ramadaanka ah hadba intuu raad qalbiga iimaan iyo taqwa ku reebo bay xumaan iyo macsiya kaa reebtaa. Ku miisaan aayaadka marka la isu geeyo waxaa laga dheegan karaa, waxaa laga dheehan karaa camalkii la aqbalay cabsi iyo taqwo ilaahay iyo taqinimu kugu reebay. Taqinimada zaadkeeduna waa midii dembigana kaa reebta, waajibkana kugu reebta, kugu ilaalisa. Ilaahay camalka inaga aqbalo. Zakaatulfitrka iyo masaakiinta aan la halmaamin. Jazaakumullah, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Subxaanaka allahumma wabixamdika, ashhadu an laa ilaaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilayk.